رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. الأصحاح الأول. بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا، عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا. قد ذاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الأصحاح الثاني. لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط، بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله
التي تعمل ايضا فيكم انتم المؤمنين. فانكم ايها الاخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لانكم تألمتم انتم ايضا من اهل عشيرتكم تلك الالام عينها، كما هم ايضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وانبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله واضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين. ولكن قد ادركهم الغضب الى النهاية. واما نحن ايها الاخوة فاذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا اكثر باشتهاء كثير ان نرى وجوهكم. لذلك اردنا ان نأتي اليكم انا بولس مرة ومرتين، وانما عاقنا الشيطان، لان من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا؟ ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لانكم انتم مجدنا وفرحنا. الاصحاح الثالث. لذلك اذ لم نحتمل ايضا استحسنا ان نترك في اثينا وحدنا، فارسلنا تيموثاوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح، حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم، كي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات. فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون لهذا، لاننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم اننا عتيدون ان نتضايق، كما حصل ايضا وانتم تعلمون. من اجل هذا اذ لم احتمل ايضا ارسلت لكي اعرف ايمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. واما الان فاذ جاء الينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بايمانكم ومحبتكم، وبان عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وانتم مشتاقون ان ترونا كما نحن ايضا ان نراكم. فمن اجل هذا تعزينا ايها الاخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بايمانكم، لاننا الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب. لانه اي شكر نستطيع ان نعوض الى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من اجلكم قدام الهنا، طالبين ليلا ونهارا اوفر طلب ان نرى وجوهكم ونكمل نقائص ايمانكم. والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا اليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع، كما نحن ايضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. الاصحاح الرابع. فمن ثم ايها الاخوة نسألكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون اكثر، لانكم تعلمون اية وصايا اعطيناكم بالرب يسوع، لان هذه هي ارادة الله قداستكم، ان تمتنعوا عن الزنا، ان يعرف كل واحد منكم
ان يقتني اناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالامم الذين لا يعرفون الله، ان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر، لان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لان الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. اذا من يرذل لا يرذل انسانا بل الله الذي اعطانا ايضا روحه القدوس. واما المحبة الاخوية فلا حاجة لكم ان اكتب اليكم عنها، لانكم انفسكم متعلمون من الله ان يحب بعضكم بعضا، فانكم تفعلون ذلك ايضا لجميع الاخوة الذين في مكدونية كلها. وانما اطلب اليكم ايها الاخوة ان تزدادوا اكثر، وان تحرصوا على ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة وتشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة الى احد. ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه. فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والاموات في المسيح سيقومون اولا، ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. الاصحاح الخامس. واما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها، لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم ابناء نور وابناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. فلا ننم اذا كالباقين بل لنسهر ونصحو، لان الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون. واما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الايمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص، لان الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لاجلنا، حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا احدكم الاخر كما تفعلون ايضا. ثم نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا.
ونطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا ان لا يجازي احد احدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين.